خبير مصري يفجر مفاجأة عن سد النهضة وننشر التفاصيل. وعاجل مصر تصدر قرارا بشأن وضع اليد في سيناء. وعاجل تطورات خطيرة في وزارة الصحة وإقالة المتحدث الرسمي ننشر التفاصيل. واتصالا عاجلا من بوتين للرئيس السيسي ننشر أيضا التفاصيل. وتفاصيل العثور على معابد الشمس الغامضة المفقودة في صحراء مصر. وبيان عاجل من وزير التربية والتعليم لأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي ننشر التفاصيل الكاملة في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل تطورات خطيرة في وزارة الصحة وإقالة المتحدث الرسمي. شهدت وزارة الصحة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية تطورات مفاجئة، حيث تم إقالة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد. وأصدر وزير التعليم العالي المصري والقائم بأعمال وزارة الصحة خالد عبد الغفار قرارا بتكليف الدكتور حسام عبد الغفار بالقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلفا للدكتور خالد مجاهد. أشار القرار الذي حمل رقم 584 لسنة 2021 إلى أن الدكتور حسام عبد الغفار يكون وحده دون غيره حق الإدلاء بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغي كل ما يخالفه من أحكام وردت في قرارات أخرى. إلى ذلك سادت حالة كبيرة من الفرحة والارتياح داخل أوساط ديوان عام وزارة الصحة بعد صدور قرار عودة الدكتور حسام عبد الغفار، والذي سبق وتولى هذا المنصب خلال حقبة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق. كانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايق قد دخلت المستشفى نتيجة تعرضها لأزمة قلبية بالتزامن مع إعلان النيابة العامة عن التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة في اتهامات لم تسميها، بعد أن تم نشر أخبار كثيرة عن ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة وفساد كبرى بالوزارة. المصدر معنا كان من صحيفة المصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر. وخبير مصري يفجر مفاجأة عن سد النهضة. وما زالت التصريحات التي أطلقتها إثيوبيا لتوليد الكهرباء من سد النهضة دون مستوى الآمال مع انتهاء موسم الأمطار دون تحقيق أي من تلك الوعود عملية. يقول الخبير الجيولوجي عباس شراقي إنه لم يتم إنتاج الكهرباء من السد حتى الآن رغم التصريحات الإثيوبية التي كانت تأمل بتشغيل التوربينات في أكتوبر الماضي. ويضيف شراقي أن إثيوبيا أجرت التخزين الأول العام الماضي بنحو 5 مليار متر مكعب، والتخزين الثاني الذي لم يكتمل في يوليو الماضي وبنحو 3 مليار متر مكعب، أي بإجمالي 8 مليار متر مكعب دون إنتاج للكهرباء حتى الآن. ويشير شراقي إلى استمرار تدفق الماء بدون كهرباء قائلا إن موسم الأمطار في إثيوبيا انتهى، ومع ذلك تتدفق المياه من أعلى الممر الأوسط حسب الصور الفضائية ليوم 15 نوفمبر 2021، وهي المياه المنصرفة من بحيرة تانا التي تخزن نحو 33 مليار متر مكعب ويخرج منها نحو 4 مليار متر مكعب سنويا بمعدل 10 مليون متر مكعب في اليوم من خلال بوابة صغيرة ونفق تانا بيلس. ويقول شراقي إن ذلك التدفق من أعلى السد سيستمر إلا إذا قامت إثيوبيا بفتح إحدى البوابات الأربعة في سد النهضة، وهما بوابتا تصريف دون توربينات وأخرتان فيهما توربينان. ويوضح أنه عندئذ يجف الممر الأوسط ويصبح جاهزا لوضع خرسانة جديدة للتخزين الثالث المشكوك في أمره.
المصدر معانا كان من RT. هذا كان بيانا مفاجئا من الخبير المصري الكبير دكتور عباس شراح، يقول أن إثيوبيا الآن فيها المياه تستمر بالتدفق من أعلى سد النهضة دون توليد كهرباء حتى الآن. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مصر تصدر قرارا بشأن وضع اليد في سيناء. قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على الأراضي في شبه جزيرة سيناء. ونص القرار على أن يكون التملك أو الترخيص بالانتفاع بموجب قرار لواضعي اليد على الأراضي التي بنوا عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء طبقا للمادتين 2 و3 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بحسب طبيعة كل منهما. شمل قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تكون الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بشبه جزيرة سيناء المبنية أو المستصلحة أو المستزرعة بطريق الاتفاق المباشر وفق الضوابط والشروط والقواعد على أن تعتمد من الوزير أو رئيس الهيئة المختص، ويكون التصرف وفقا لأحكام القرار بالبيع أو الترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة صاحبة الولاية على الأرض وفقا لعقود نموذجية مؤمنة. واشتمل القرار أيضا على أن تعلن كل من وزارة أو محافظة أو هيئة مهمة فتح باب تلقي طلبات من راغبي تقنين الأوضاع في مقار الوحدات المحلية على أن يعلن وفق فترة محددة، ويتم الإعلان عن العقارات محل طلبات في مقر الوحدة المحلية التي في دائرتها تلك العقارات موضوع التصرف. نص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يكون لراغبي التملك أو الانتفاع من واضعي اليد التقدم بطلباتهم وفقا لأحكام هذا القرار خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر 2022. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر واتصال عاجل من بوتين للرئيس السيسي. و بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين وفق ما أفاد به الكريملين. وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن الجانبين قيما تقييما عاليا المستوى الراهن للعلاقة بين الدولتين باعتبارها علاقات شراكة شاملة وتعاون استراتيجي تتطور في مختلف المجالات. وذكر البيان أن المحادثة ركزت على العلاقات التجارية الاقتصادية بين روسيا ومصر، وفي المقام الأول تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى مثل بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر على نمط المحطات الروسية وإقامة منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس. وأضاف الكريملين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن امتنانه للجانب الروسي على العمل المشترك المثمر بشأن ضمان أمن المطارات المصرية، الأمر الذي سمح باستئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر اعتبارا من أغسطس الماضي. كما أشار الرئيسان إلى أهمية مواصلة التنسيق بين موسكو والقاهرة على الساحة الدولية بما في ذلك في حل الأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا وفقا للبيان. ذكر الكريملين أن بوتين والسيسي اتفق على مواصلة الاتصالات الشخصية بينهما. المصدر معانا كان من صحيفة موقع الكريملين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل العثور على معابد الشمس الغامضة المفقودة في صحراء مصر. وعثر خبراء الآثار في مصر على واحد من أكبر الاكتشافات، وهو معبد الشمس الغامض الذي فقد منذ 4500 سنة مدفونا في صحراء أبو غراب بجنوب القاهرة بين سقارة والجيزة. ويعتقد أنه واحد من 6 معابد تم تشييدها، ولكن لم يتم العثور إلا على 2 منها فقط ليكون بذلك الثالث الذي يتم العثور عليه. وقال الأستاذ المساعد في علم المصريات في أكاديمية العلوم في وارسو البولندية نزولو إن معابد الشمس تم بنائها عندما كان فراعنة الأسرة الخامسة لا يزالون على قيد الحياة لمنحهم منزلة الإله، ومن ناحية أخرى
تم بناء الأهرامات كأماكن راحة أخيرة لضمان إحياء الفراعنة كآلهة في الحياة الأخرى. والاكتشاف الحديث يحدث لأول مرة منذ 50 عاماً. واكتشف الخبراء الذين يناقبون بشمال منطقة الآثار المصرية أبو صير تحت أحد بقايا معابد الشمس المعروفة في أبو غراب الذي بناه الملك نيوسير إيني الذي حكم لمدة 30 سنة في القرن 25 قبل الميلاد. اكتشفوا دليلاً على وجود معبد ثالث بعد عثورهم على قاعدة حجرية مصنوعة من الطوب اللبن، مما يشير إلى وجود مبنى في السابق هناك. مصدر معانا كان من ديلي ميل، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا ننتقل لملف التعليم، وزي ما حضراتكم يعني لاحظتوا على السوشيال ميديا أن في بعض شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور. تعالوا نعرف بيان عاجل من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور الصف الرابع الابتدائي. تمتلئ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات أولياء الأمور بالكثير من عبارات الرفض للمنهج الجديد لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وكذلك التخوف الشديد من الطريقة التي ستأتي بها امتحانات نصف العام الدراسي. وفي محاولة منه لطمأنة أولياء الأمور والطلاب، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إن ما حدث في مناهج الصف الرابع الابتدائي من تطوير بالشغل هواه، ده شغل محترفين له فلسفة وإطار عام للمناهج اشتركت فيه مؤسسات كبرى ومتخصصين من مصر ومن الخارج. وأضاف وزير التربية والتعليم أن تلاميذ الصف الرابع ابتدائي هم تلاميذ تربوا على نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال، وبالتالي أساليب المناهج ليست جديدة بالنسبة لهم. أوضح الدكتور شوقي أن رابعة ابتدائي طول عمرها سنة ليست سهلة على الأطفال حتى في وقت نظام التعليم القديم، لأنها أول سنة يدرس فيها الطفل مواد العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، وبالتالي هي سنة نقلة في التعليم. وشدد الوزير على أن الناس في كل الدول المتقدمة تطالب المسؤولين بالأفضل وليس الأسوأ، وتطلب الأكثر وليس الأقل. قال الوزير لا داعي للاستغاثات والصوت العالي، فلا يصح أن يقيم مناهج رابعة ابتدائي أشخاص غير متخصصين في هذا الموضوع علمي. وأضاف لن نمتحن تلاميذ رابعة ابتدائي في دروس لم يدرسونها، سواء كان السبب أن العام الدراسي قصير على المنهج أو لظروف الوباء أو لأي سبب آخر. استكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا رابعة ابتدائي أول سنة يكون فيها امتحانات، لأن الوزارة لا تعقد امتحانات للتلاميذ من الأول حتى الثالث الابتدائي، وبالتالي يبدأ التلاميذ في خوض الامتحانات لأول مرة في حياتهم في رابعة ابتدائي. والامتحانات هي مشكلتنا في مصر، حيث يصاب الجميع بالتوتر من كلمة امتحانات. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وهذا كان يعني بيانا عاجلا من وزير التربية والتعليم لأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة وقريبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.